العيش بتاعنا قائم على العدس، كوباية عدس أصفر منقوعة كويس كويس، دي يعني ما لا يقل عن 4 ساعات، نص كوباية قشور سيليوم واتكلمنا عليها قبل كده كتير مع بعض، معنا كمان معلقتين كبار زيت زيتون، معلقتين صغيرين بيكنج سودا، رشة ملح، ومعلقتين صغيرين خل. ميكس البذور اللي معايا، لو احنا ما عندناش مشكلة مع اي نوع من البذور حطوا ميكس بذور اي حاجة عايزينه، لب ابيض، يقطين، بذور شيا، ومعانا كمان شوية خضار كده علشان ايه نحشي بيه الساندوتش الحلو اللي هنعمله مع بعض. بمنتهى البساطة انا معايا محضر طعام، هضرب فيه العدس بتاعي، بس مهم جدا العدس بتاعي يكون منقوع 4 ساعات على الاقل. وبعدين ايه، من غير ما اضيف اي حاجه عشان عايزاه يتضرب كويس قوي، وبعدين اضيف اضافات. حط بقى الروافع، ملح، قشور السيليوم كمان، شايفين ابتدى يلم ازاي؟ هو كده خلاص فاضله المية، وهديله ضربة الخل، وهديله ضربة عشان الخل ده مهم عشان خاطر الريحة بتاعة العيش تطلع مظبوطة، ازاي بيغطي على ريحة العدس. خلاص ده رغيف صغير هاخده وهعمل ايه؟ وهحطه، تعالوا نعمل ايه، ميكس كده البذور كلها مع بعض اهو، احط الرغيف بتاعي كده اهو، كده جاهز على ان انا ادخله الفرن. هعمل معاكم واحد تاني ونطلع فاصل، اكون دخلتهم انا الفرن علشان يستووا. عايز اقول لكم العيش ده ظريف جدا جدا، طري، مش طري قوي بس طري، وبيتعمل بيه ساندويتشات، وبيبقى طعمه ظريف قوي ومشبع. اتحداكم حد يقدر ياخد اكتر من رغيف من العيش ده.